ويلكن واد قرنيسان ميقعيس واحا لراهذا هيكل هيكل ويلكي قواد لراهذو بقرد السايل كاح قوي جيري ما علمين كسو قدوني ويلكن يسو كلا بقرد السايل كاح آد بالو رجينيح واحا للي هاي لبضو دي حديش لك لاتكين وانت تسو لابتين إلي سفرو عادي نقطة إن لس كلها بتنه عادي نقطة بريهن صومالي ذا بقن كاس عاد منا كل صوب جواري ذا ميسونسي أي أحد كور الفري أو نيك هذا أوفر هاي نمد حلي وحنا سوعني كيس كين لصاف جروح وها برنج نلوسمي دراما إن لا أورتي أو دم بنتي نه إن لا صوال بحر محل صوال بحر عادي سكولا ورنو أنا هو شلمان سفرن حدنا من عادي بنا سيدا شلين هو برتين لماني بانجيلين عمق سيدا سمي ده هيكل إبو قرد سيل كنا ما انتا درام رنو عاسا أي إنو داري هيكل وحود تغيو آذي مقال لذي مقدشة عاصمة دو الصوماليا صابتو تكين وحويان إن مركل او ديب أولمدو سندك بعدي بو قرد سيل أنا هو هدان مهد عرب صوماليات ونسود دويرينا أنا ونفتي فدينا كعوان كرسي إنسان وفدي وارفة نفتي هنا فدي كع أنا أحيان سوا وحاني اسمحي وردك إن حتى عندي إسفرة صار لوان يان أنا محي غلدم أنا هات أوكي أنا هو جبل بطلان هذا بطلان قروي إن شاء الله قروي أنت بس كفتم وحرة ويلكن يقول إنك عال مركي لقى صوت وحكفتم إسكاه een wiilkan haykal ayaa liraada een goorliida boqorad steelka ayay ina xiriirka dhixin jiray oo wadameeytii way is guurseen inta badan muqaaladooda social media qabiisa kala duray ku jira haykali markuu xalay boqorad steelka dib ay isku laabarwaa waa sida isla markaana la wareejinayo xalay naftaada ina muqaalka aragtay xalay naftaada ina xogta tirada ka yeeso laakiin labadan qof waxay mudayeen in lagu daydo sida saxda haykal ويل سوماليد او قيمة بدن ويا بقرد استالكا قبر سوماليد او قيمة بدن او اس ديكور انيت هاي بقرد صابتو حويان ايه داتكا عانكا ايه عدين اخوت يوتيوب ليدا عدين اخوت تيك توك ريدا عدين اخوت فيسبوك ريدا مركي اسكود عان انت ويلي قبر عان اس قرسان اي اس دقالان انت با محارقنا ان علاد دو ايكا الشاكيا سوا اسكود عين ايكا الشاكيا xumaanta iska sheekiyaan in gowdan ay wiilki aflagaadis in wiilki gowdu aflagaadi laakiin se laadan shakhsi way kala tageen mid kastana mid kale oo amaani wax xumaana iska mees sheekiyaan heerka kale ee bridge wax weeyaan waa ninki raadu aftax ee misuunsi oo naftooda si sharaf leh in kasoo hadda ay dib mudayno xalay muqaalada isugdin arkayney u midoobay laakiin laada qof sa bridge وحارة مركب لها سوماليد ويلش مركب سيلبريجا ما كي يزجور سدان كده يشكون أو أكون على أقرب من لكون أو أكون على إن لغة ده أقرب بدن ساعات نحويان ده جمر أسوق جورسيتي أو ده نور أحمرتي إن ما أنت كشك سي كي أب دهر دهي نينك أب دهر دمارت محمد اللي رهدي ده كان كحني بليس كا سو جودي سو أفلا جديني نين اللي رهدي آدم وجود اللي رهدي أمير فرجري أثناء إبليس كاسو قرد وأفلق الديني يكون تربضاً سيدك بناها قار وأفلق الديني وعانيان مقرح بنا أو معناها حالة أقولكو آد وبلاريه صابت اللو بلاريه حويان وحل الدولة اللو دقو في مركو مس أنسانا كده حبعو اسفهم ويا إني كل درستان لكن هذا أرتو ويلي قرس عانا سيدة تصادنا سوق غطو قرد مليون روبلي يسوق كان نكن مي اسمه قرني مختار ما الله مقرني لكن قعد أسا عان أنت بقى أيضا أركا أيضا حيث مثلا سنو تزوى أرك مقالو قعد عان إيه لو داس قول مركا فيرنو والله قف إسروان لكن دانا عدا سكو دي دن هدا أبتو ويلي قعد أسا عان يا أو بيرب إيو هم الواي يستن بو هاي يدا أتما الله قف إسروان مركي اللي غصو تدو أبو داير كاسو تقن حوني قعد أسا بنا أس ديك ردك سوماليد هاي ذا منها العقل الصيني أو منها الدولي إطلق سؤال بدله ما
maxkamadan xal suubaanta la xisaabta la xiray ugtaa waxa la xiray arrimo la xiray dhaqan xumada dawladda xirtay marka soomaaliye marka waad ilaahay aan ka cabsano marka labaad sida dadkan kale aan noqono anigu runtii waan soo dhaweynayaa in boqoradda staalka ee heekel macnaha isku soo laabtaan sababta wax weeyaan waa laba qof oo ilaahay ka taxadiray waa laba qof oo ixtiraam badan midba mid kale uu ka daryahay anigu ma garanaysaa youtuber baan ahay maalin kasta muuqaal aan ka hadlaa weliba maalinta ana hal muuqaal ma sameeye dadka halka muuqaal sameeye miyihi kuwaas ani nin gaajaysan ah ana waxaa sameeye wax ka badan 10 muuqaal saacad ka bacda waxa laga inaa muuqaalkii aa aragto marka muuqaalada tira badan aan dumayo waxay ka mid yihiin labada shaqsi dadka macnaha ixtiraamka badan dadka qadarinta mudan dadka macnaha aanan qurux badnayn inaanan ku xadgudbin dad waxa jira ku xad qof wax iga dhacda gacan iga dhacda laakiin faamilkin weligii ma arkin ana xitaa xantada waan raadinay ana xitaa waqti baan ku bixiyey in bal isku dhacood waxa ka hoosgelina ogaada laakiin ii suurtageli waase waxaa marka qurux badan sida dhaqanka aheedbo dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ahaa gabadha inay xishooto ilaahay subxana wa tacala xishood buu ku manaystay inay xishooto ixtiraam ay lahaato gabadha inay ogaataa waxani waa social media ka hadlayso waxani micnaha ka caytamayso waa social media 10 sano kabacdi 20 sano kabacdi ilmaha waxaa laa inaanay kale u dhasho aada guursato ilmahaadiga muuqaalada noocaas daawanaya hooyadoo micnaha dabi iyo waxa xun ka sheekeynayso iyo micnaha sirirta wax lagu sameeye ka sheekeynayso bay ilmahooda daawanaya maceebkiin baa jirta waxaa la rabaa marka waa inaa ogaataan oo gabadha ogaato wiilka ogaado waxaan waxay yihiin iyo muuqaaladan markay duubayaan saameynta ay yeelanayaan maanta dadka soomaaliyeed wax ugu badan maanta dhibkaysa wax weeyaan waxaa soo baxa aalada yiraha tiktok ah dumarkeenni way isku qaabiyeen xumaan oo kasbu ku sameeyeen kuwa xunaa ka hadlay ku wanaagsan kama hadlaya tan xigto qof kastoo micnaha doqon ahaa kii cabsanaa kii mid kastoo nolosha ka dhacday life soo geliy